وبركاته كوسو دو ولا برامج كسمعان وكل هو هاي ان واحد ربح نيجا سايسي ان القى دقنت هاي ان الشقيصو ان ادي واحد برشاد وديد انت ربح لنا سيكر ثاني ان شاء الله تعالى واحد دقنا هل كان دقن ونيو هرجيسا عفد نيو هرجيسا ان شاء الله هرجيسا نيو هرجيسا دقنا واحد برشاد واحد معلم بان انا جري طب انا هذا يمكن ادو يمكن هذا وقت ما شقيه ما شاء الله لكن معلم بعد دوك صبر ان برنامج كان يسفى ورود وغيب قشاف لي انت ابو ذي مالك غير كود لكن ان بالبرنامج هسه دوار كثير دوار بحين ان شاء الله برنامجكم محمد اركب وان هذا كور واق قري والله حليلي برنامجك ادو ونكسيه والتعليم ونكسنه اسمه دارسي اقول اسمه دارسي في عمل عالمية ما شاء الله عادي 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 ما نقول ولا حولنا يلا ما شاء الله قصه مالك سؤالها اللي سويديني هذه شارع الواي اقول سوي دار سوي ودي قف كو حان قرني انك تعينت لما كوب كرني ولي بو حان قرني ايو كيل يا دتك وار كيل واحد ادو اسلا تياسين ان لو شارو كميدا دوينين عاوين دونا لو شارنا من لبك توري دونا سي برام شورا ان لو شفتي ادو عاوين سي وانا كو بلابي دونا بسم الله مرايدو كورتا لك سؤال شكواد وحين ورنسا حام سام يافد وحي هايين حام سام يافد وحي هايين با علم النبي يوسف عليه السلام تا علم النبي سليمان عليه السلام علم النبي عيسى عليه السلام حا علم النبي نوح عليه السلام علم النبي نوح حا علم النبي نوح حا حام سام يافد وحي هايين حا علم النبي نوح جوابت السؤال شنا سلاسي ايي صح كتابه سؤال الله بعد وحين ورنسا مرايد كورت تعبت فوق رئيس سؤال الله بعد وحين ورنسا ودن كسنغابور وحاو كقو اي دل كماليسيا ودن كسنغابور وحاو كقو اي دل كماليسيا با سندي كسر قال بقول لحنا كي تا سندي كسر قال بقول شنية لحنا كي شا سندي كسر قال بقول تضبات كي حامدنا ماليسيا سنغابور شكمد باها ينو سنغابور ما مركد دنبقوني سكو تاكتي مرك سنة كبار النويدية أي. ياسين. إن شاء الله. دوينات هاي ودود. دوينات ودود هذا تفسير. وأنا أقول حن دوينا أنا عوسان أنا جي ياسين إبراهيم بق. رتبي هو سؤال هذا قفير صدق ما لا بعمر مرنا. سؤال شو حنا سأودن كاس سنغافورة وحوكا جو أيدل كملاسيا لحدن كي شنية لحدن كي تدوات كي منا إيه مسقى في يلا وحقا جاي سند كي ب كون سقال بقول لحدن كي إيه مسقى في يلا تأوى حوكا جاي سند كي كون سقال بقول شنية لحدن كي إيه مسقى في يلا تأوى حوكا جاي سند كي كون سقال بقول تدوات كي حق إيه مسقى في يلا وحقا سند كي كون سقال حق منا السنة غنا بدي ياسين واحد يقول هذا إلى هذا ترى ده لحقف قارسة كن سجال بقشن يلحقك أيوه هو قابل أنا كن راعنا يلا لبك ستون إن شاء الله وكن راعنا يوم كن راعنا أدينا خلدا كور مع خلدا نوسكان نوسكان أدينا سعنا ما سي حبوا نقول منا ودن كسنغافورة وحاو كقوا يدل كمل الناس يد دوينا إن ليش وقاعد ويدينا يوم إحنا نقول هذا كن سجال بقشن يلحقك كن راعنا كن سجال بقشن يلحقك يعني ياسيننا كن راعنا جواب تسعة شو نسي لاسعة يصح كتاعي صدق ستك إذو هو ستك إذو هو با سقاشن هبين تا بقول يسديتن هبين شا بقول كنتن هبين حا بقول يشن هبين إذو ستك أي كل دلان بالي نويدي سقاشن با سقاشن هبين ستك إذو هو با سجاشن هبين ندوينا نسير ويدينينا لبكة تونالينا نرسين سلوان كتون لبكة ميدا ايان شبابها سؤالا سي كتور الدونا سجاشن كي هبين وكب بحين نسير وحسوس علي شاقوه بقول يكون تون يحقوه بقول يشن حقوه بقول يشن سيدك إذو هو ح بقول يشن يا بقول يا كنت يا بقول يشن الله سبحانه وتعالى قاعد كذا قدم به بقول يشن ح أو بقول يشن ده وين أنا ما كسر حقي يشن أمس سوى سيد كإذا هو واحد من قاعد سوى عليه لا مرون بقول يشن يا بقول يا كنت
بقولي كنتم إن شاء الله شاء الله بقولي كنتم سيدك إذا هو شاء بقولي كنتم جوابت السؤال شنا سيدا سيائي صح كتار أفر بس وقال سؤال شاء أفراد وحين الله يضحي wasiirkii kun sagaal boqol shan iyo afartankii ilaa kun sagaal boqol koob iyo kontonkii ee boqortooyadii ingiriiska ee u ololayn jiray israaci somalilan iyo soomaaliya waxaa la odhan jiray wasiirkii kun sagaal boqol shan iyo afartankii ilaa kun sagaal boqol koob iyo kontonkii ee boqortooyada ingiriiska u ololaynayay israaci somalilan iyo soomaaliya waxaa la odhan jiray ba befin ta شون شا كارل ها ارشر دنيا استوديو جينا ويدينا هالمر باي نارسن انا لبكا تورنا هالمر باي نارسن لبانك تور عطي خروقات يسيس لبانك تور لبكا ميدا ايان شوابا سؤالا سي كتوري دونا wasiirkii kun sagaal boqol shan iyo afartankii ilaa kun sagaal boqol koob iyo kontonkii ee boqortooyada ingiriiska oo lolan jiray israaci somalilan iyo soomaaliya waxaa la odhan jiray waxaa isku soo hadhay b oo ah befin iyo t oo ah john oo horaada dooratay t oo ah john wasiirkii kun sagaal boqol shan iyo afartankii ilaa kun sagaal boqol koob iyo kontonkii oo lolanay israaci somalilan iyo soomaaliya ee boqortooyada ingiriiska waxaa isku soo hadhay t oo ah john iyo b oo ah befin go-aankaaga u dambeeyay yaas john waan ka nimaadnaa befin maa nimaadna wasiirkii kun sagaal boqol shan iyo afartankii ilaa kun sagaal boqol koob iyo kontonkii ee boqortooyada ingiriiska u ololan jiray israaci somalilan iyo soomaaliya waxaa la odhan jiray p befin jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay yaasiin kale bad baan soo gaarnay shan baynu nimi shan baynu nimi nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya boqorkiisa haatee suuradda qur-aanka ee uu yidhi adduunyada waxa yaallo oo dhan iyada ayaan ka jeclahay waxay ahayd nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam suuraddii qur-aanka ee uu yidhi adduunka waxa yaallo oo dhan iyada ayaan ka jecelahay waxay ahayd ba suuratulfatax ta suuratulqalam ja suuratulcimraan xa suuratulbaqara nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya bakurka saatee suuradda qur-aanka ee yidhi adduunyada waxa yaallo oo dhan iyada ayaan ka jecelahay ba suuratu faatixa ta suuratu qalam ja suuratu cimraan xa suuratu baqara suuratu faatixa oo ba nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya bakurka saatee suuradda uu yidhi waxa adduunka yaalona iyada ayaan ka jecelahay ba suuratu faatixa ama alxamdu jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay lix baynu soo gaadhnay soo dheena kale ma baynu soo gaadhnay almaro dadweynena arsayin waddamada suuriya lubnaan iyo falastiin waxaa loo yaqaan waddamada suuriya lubnaan iyo falastiin waxaa loo yaqaan ba bandar qaasim ta shaam ja xijaas ح أندلس شام شام بلاد الشام تا بلاد الشام ودمد سوريا لبنان يا فلسطين وحلويا قانا تا بلاد الشام جوابت السؤال شنا سلا سي اي صح كتاي تدبا اي سو غاني سؤال ش تدبا اد وحين اورنسا دغال كي بدر عيدمدي اسلام كا تيرادود وحاي هي دغال كي بدر عيدمدا اسلام كا تيرادود وحاي هي با saddex boqol saddex iyo toban nin oo watay laba faras iyo toddobaatan rakuub geela ta saddex boqol saddex iyo toban nin oo watay boqol faras iyo boqol iyo saddex iyo toban rakuub oo geela ja boqol saddex iyo toban nin oo watay laba boqol oo faras iyo boqol iyo saddex iyo toban rakuub geela xa afar boqol oo nin oo watay rakuub iyo fardo codka kor uqaad yaasi saddex boqol iyo saddex iyo toban dhammaan saddex boqol iyo saddex iyo toban way ka simadeen hal mid mooyan lakiin maxay wateen ma laba faras oo biida iyo todobaatan rakuuba mise boqol faras iyo saddex iyo toban boqol iyo saddex iyo toban rakuuba mise laba boqol oo faras iyo boqol iyo saddex iyo toban geela dadweynahayna weydiino aada ba isugu yadha dhawaatay hal mar baa inoo arsada
إن شاء الله هذا دونا ودي وأجاكنا نعوسان أيام دونا من الحساس يا مرنا تضبع سوق عناني ياسين أذوق في الصلاة سؤال شو واحد دونا صار دجال كي بدر إذا ما دي إسلام كتير هذا واحد هيد بقول صدق هي تبنين أو وتي لبف فرس هي تضبع الركوب جالا بقول صدق هي تبنين أو وتي بقول إيو بقول فرس إيو بقول يصدق تبن جالا بقول صدق هي تبنين أو وتي لبف بقول أو فرس إيو بقول صدق هي تبن جالا أفر بقول إنه وتي ركوب يفرض إمسوا في على وابا وحويا بقول صدق هي تبنين أو وتي لبف فرس إيو تضبع ركوب أو جالا إبن سقف يا لوا تا واحد هايم بقول صدق هي تبنين أو وتي بقول فرس هي بقول هي صدق هي تبر ركوب جالة إبن سقف يا لشاء واحد بقول صدق هي تبنين أو وتي لوا بقول فرس هي بقول صدق هي تبر ركوب جالة إبن سقف يا لحاء واحد هايم أفر بقول أو نين أو وتي ركوب هي فرضه هنصنع قلنا ياسين إبراهيم لحقفو ضوقفو كميدو حين ولا وحويا بقول صدح يا تبنن او وتي لبا فرس يا تضبات الركوب جيلا لحقف ندكو لو حين ولا واب صدح بقول صدح يا تبنن او وتي لبا بقول فرس يا بقول يا صدح يا تبر ركوب جيلا باقي شابا لو كلو عدي لكن بعض ابدا هل قفنا وش ديري كوانك انك اسكالي ياسين اكو رعنو يينو labada qolo midkood aan raacayno insha Allah go'aanka badan baan ku raacnaa qofka hal dheeriga ma ku raacno ah insha Allah deena qaldaanna waa iska maasiin insha Allah deena saxana waa ah sax dagaalkii badar ciidamadii islaamka tiradoodu waxay ahayd 313 oo watay laba faras iyo 7 rakuub oo geela jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay todobaad ayay soo gaarnay su'aasha todobaad waxayna leedahay هست إريده إذا كميت كيين سند وليبه هودية حول إيه دباتيو وح أي صوب حذي سند كي هست إريده إذا كميت كيين سند وليبه هودية حول إيه دباتيو حلا يدو لغو حسوستا والغي هلا هدو لغو حسوستا وحي صوب حذي با كون سغال بغوط الدباتن كي تا كون سغال بغول لحدن كي چا كون سغال بغول أفري لحدن كي حا كون سغال بغول سيداتن كي كون سغال بغول لحدن كي كوني سال بقول يلي حركي نسي هستا قول ما قول رسد دقي ستاو والي حركي إن شاء الله ودي سجر ودي سجر مركا لارستي لغا ساو قنا ستاي مركا ها إلا الله بكا تورنا يوين اقدام ماذا ما فيلا يا ددوين وين اقدام ماذا هستا إريادة دا إكميد كيهين سند وليبه هودية هولي يلي باتيو وحا أي سواب بحضي سند كي تا كوسا قال بقول لحدن كي قوانك هاقو الدنبيا إن شاء الله ياسين قوانك هاقو الدنبيا ياسين معنا أكبر لحنا كي إن شاء الله هاست إريادة إذا يكميت كيهين سند وليبه هوديو هوليو لباتيو وهدي ملي هاي والاقي هلايو هدو لغو حسوستا وحاي صوب حدي سند كي كوستا غالب قول لحنا كي قوانك هاقو الدنبيا هست إريده إذا كميدي هين سند وليبه هودية هول إيو لباتو وحا يصاب حدي سند كي لحنك وكا نمانا شو أفري لحنك يا نمان أفري لحنك كويك قوانك أقو ضنبي أفري لحنك أفري لحنك شو أفري لحنك يا ين وديك دونا شو أبتس وعشونا سدع سياي سحطو تاي يا إبراهيم سيداد من السقالبين سوق عني نلف عام النماد مفقوان بلينا يا شالف صدح هي طبنكي تضباط وحاوكا كوبين يهي صدح هي طبنكي تضباط وحاوكا كوبين يهي با صدح هي طبن مالمود تا كوبية سغاشر مالمود جا بقول مالمود حا سغاشر مالمود وصدح هي طبن تضباط صدح هي طبنكي تضباط تضباط ها صدح يا تبكي تضباط وحا وكا كوبين يهي با صدح يا تبن مالمود تا كوبية سغاشر مالمود جا بقول مالمود حا سغاشر مالمود تضباط كيبو تضبع الشو
صدح يتبع انت دارع شابك هان نقضي كوبيو كوبيو سغاشر مالموت صدح يتبع مالموت بغل مالموت سغاشر مالموت كوبيو سغاشر مالموت صدح يتبع انك تضباد وحاوك كوبية هاي تا كوبيو سغاشر مالموت كوات كسوسا صدح يتبع انك تضباد وحاوك كوبية هاي تا كوبيو سغاشر مالموت جوابت سغاشنا سلاسي عيي صح كتاب يا معنى يوسف إبراهيم معنى ياسين يوسف إبراهيم حنبلي يا كلية توما سوكان شمات النوتة سعوني إن شاء الله دوينا للا معنى ودنك أدونك وكل لواء ودنك أدونك وكل لواء با سعودك تا بحرين جا عظن حا ليبيا ياسين معلم واي تمام بين سوغان هذا ما كو غامدين يا انه تو اني ما انه سوا شروا دور بقولو كون انا باين مسخ انا توجينو انا لبا كتونا انا نغ دمادين ددو انو نغ دمادين ان شاء الله اسكوتي دونا غواك غار ودك ادوك غو كولي وا سعوديغا بحرين عدن يا ليبيا بدكو با او سعوديغا ودنك ادونك وكل لواء با سعوديغا ودنك ادونك وكل لواء غان كاغا ودنبي غان كاغا سعوديغا بحرين عدن يا ليبيا 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 ودنك ادونك وكل لواء ح ليبيا غلط اما صح صح اما غلط كوكا غودا بيا ليبيا هو غاز ودنك ادونك وكل لواء ليبيا صح اما غلط غلط اما صح عطي كورغا يا سي كوكا غودا بيا ان شاء الله ان شاء الله ودنك ادونك وكل لواء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ليبيا جواب السؤال شنو اساسي صح كتاب حنبل يا معلم مع الياسين إبراهيم يوسف مع الأذيات مفقوم بلينا يا أذيات ما صنت هاي إن الناس سوقي الشاء فرحدوا يمين نوت هاي مع الياسين إن السي وذا السيدي كلا ما هي دتك الشانس كوب بلينا هذا اللي قلت هاي هذا أذبر رتي وقام بلينا مع الياسين يوسف إبراهيم إلى كوب لا تكينا قرنا وصورة قال لك إن ليرتها شو دوني أنا كيف أجلسان أحبط أذبر ما استمع لك واحد دوني جاينا نوي رتر تمها الله بعد برنامجك كنتي وانا سن داود يا مركله واحد يجي دونات تمها الله بعد برنامجك عبد الفتاح عبد الله علي عبد الفتاح عبد الله علي الله صعبي كويس السلام عليكم عبد الفتاح عبد الله علي وعليكم السلام ورحمه الله كسو دول البرنامج كسبان عبد الفتاح هذا المحل قصه ولا ان اردت هاي هذا شو هكذا يا سيد ان انا شغال انا داوداش انت والمحل نسين كرتو يا هكا ديك انت هاي شكوت بروفيشن كي واحد ومعلمه ما شاء الله حق عندنا وقت كثير وين ما شاء الله ان انا برنامج كوره دعوتي كان عندي تعال والله صعب برنامج لا شو هذا صوتي استوديو انا دلت شفت معلومات سين في رمضان بس لا بد شارك ميدا دي استوديو انه وسك بين عاوين دونا لا بد شارك ميدا انا من لبك تور دونا ان شاء الله دي نقعد كذا مراد كور تعلق وانا كو بلاوي دونا ان شاء الله سؤال شا كوباد وحين ورنسا سؤال شا كوباد وحين ورنسا كتبته السماوية تردو دوا كتبته السماوية تردو دوا با أفر كتب تا شن كتب جا صدح كتب ح لبا كتب با أفر كتب با أفر كتب كتبته السماوية تردو دوا با أفر كتب إن لبا كتب ليدوين الرسين مركب قارك أفر كتب
tirada qaar waxaa lagu daraa suxufi ibraahim suxufi ibraahim ku dartay mise noqonaya shan bay noqonaya kutubta samaawiga tiradoodu waa ta oo shana jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay su-aasha labaad su-aasha labaad waxayna odhanaysaa magaalada burco iyo sheekh waxay isku jiraan magaalada burco iyo sheekh waxay isku jiraan ba lixdan kilomitr ta afartan kilomitr ja toddobaatan kilomitr xa konton kilomitr cabdifatax burco waa tagtay weli mar keliya tagtay sheekh baad sii martay gaari kilomitr kama maydhnaan saad waad la socotay ragaalkaa waayo inaan darawaliye ka dhexalo studiga laga yaabaa in arday si kale u garanaysa kilomitrka aqoobla ka dhexla laga yaabaa waynu marnuu laakiin inagu go-aankeenaga iskale go-aanka gaadha dadweynaha dhiibna waagaag aada ugu fiirsada waxaan doonaya inaad na caawisaan su-aashan waa muhiim meel muhiimana waan marannaa aada nooga fiirsada qofka hoboo qurila gacantaa u taago inuu maray iyo inuu tegay iyo inuu jogo iyo inuu yaqaano macluumaadkiisa qofka hoboo gacantaa u taago su-aashu waxay doonanaysaa magaalada burco iyo sheekh waxay isku jiraan lixdan afartan toddobaatan konton imise qof ayaa waxay isku jiraan ba lixdan kilomitr imise qof ayaale ta waxay isku jiraan afartan kilomitr imise qof ayaale ja waxay isku jiraan toddobaatan kilomitr imise qof ayaale xa waxay isku jiraan konton kilomitr aan susaa noqono waxaynu weydiinay magaalada burco iyo sheekh waxay isku jiraan badi way nagaa amuseen xaasidnimo kame waxay isidhahaa qaldida qaarkoodna waanay teginba dadaan tirayana inuu ilaa toddoba gaari waxa lagu yidhaha waa xa oo waxay isku jiraan konton kilomitr inaan ku raacno iyo inaan laba ka turno iska hubino inaga go-aanka iskale waan iska hubina laba ka mida ayaan ka tuuri doonaa sidaan iska hubina dadweynahaasi waayna daaye kontonkoodii aad baan kugu ambalinaya runtii hadday ku raaci lahayn laga yaabi lahayn inaan kici lahayn lixdan kilomitr iyo afartan kilomitr baa isku saaray meel fiicanna waad kasoo saartay su-aasha marka intaan qiyaaso ma garanaysaa su yaran mana lixdan kilomitr baan cabir lahay ilaa lixdan ku qiyaasi lahay magaalada burco iyo sheekh waxay isku jiraan dadweynaha ayaan weydiinay dadweynuhuna konton bay nagu yidhaahdeen waanu ka shakinay si fiican buu yeelay cabdifataax kontonka ilaaba ka baxeen lixdan iyo afartan baa soo haray markuu qiyaasay lixdan bay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay aad baad umaadsantay meel fiican soo saartay saddex su-aasha saddexaad labadii nebi ee walaalaha ahaa ee isku marka dhintay waxay ahaayeen labadii nebi ee walaalaha ahaa ee isku marka dhintay waxay ahaayeen ba qaabiil iyo haabiil ta daa-uud iyo nuux ja muuse iyo haaruun xa intaba hal maroo kaloo dubaynaan waynu harsan yihiin inaan laba ka tuurno hal marin waynu harsan tahay meel fiican waan soo gaanaad fitax orta labaan ka tuurno marka hore labaan ka tuurno laba ka mida ayaynu ka tuuri doonaa waxaa isku soo hadhay ja oo ah muuse iyo haaruun iyo xa oo ah intaba nebi muuse iyo haaruun waa sii xaqiijinay marka labadii nebi ee walaalaha ahaa ee isku marka dhintay ama isku xilliga noolaa ee walaalaha labadaasi nebi waxay ahaayeen ja muuse iyo haaruun jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay afar bay soo gaadhnay waan soo dheenaa tiftax su-aasha afraad waxayna odhanaysaa su-aasha afraad waxayna odhanaysaa magaca samada labaad waxaa la yidhaahdaa magaca samada labaad waxaa la yidhaha ba musayana ta samaa-udduniya ja maacuun xa intaba samada labaad cabdifatax waxaan ilaabayna samada labaad dadweynihii hal mar aynu harsan dadweynaha weydiinay inaan ka sii xaqiijino codka korwaadta
magacii halkan iga muuqdo markaad dadweynaha weydiin nagu cabixan way inaad caawisaan baan doonnaa aada ugu fiirsada su-aashu waxay idin leedahay magaca samada labaad waxaa la yidhaha magaca samada labaad waxaa la yidhaha ba musayana ta samaa الdunya ja maacuun xa intaba imise qof ayaale waa bo waxa weeyaan musayana imise qof ayaale waa ta oo waa samaa الdunya imise qof ayaale waa ja waxa weeyaan maacuun imise qof ayaale waa xa oo waxaa la yidhaahdaa intaba badi dadkaasi waa inagaa sitfaaw xaasidnimona kama ahe intay garanayna way dhaaftay cadudahnaa qaldina bay silaadeen laba qof oo kamid wuxuu igu yidhi waa musayana oo ba-daa laba qof kale waxa wa waa jacdo waxa weeyaan maacuun go-aankana inagaas kale bismillah ba-dayn bal ba-dayna ku raacna magaca samada labaad waxaa la yidhaha ba musayana ba oo musayana dadweynaha weydiinay dadweynuhu waxa nagu yidhaahdeen laba qof oo kamidii intii badna nagaaso musayana anaguna ku raacna ku raacna anu ku raacna ta insha allah ku raacna magaca samada labaad waxaa la yidhaha ba musayana dadweynaha weydiinay dadweynuhu badi waa ka aamusa laba qof kamid ba laba qof oo aniga cabdifataxna aan ku raacnayna waa ba baan wadaegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qalad qalad ku tahay maacuun wey aad iyo aad lagu sacabiyay meel fiican inay soo gaarna aad masoo amadaynta dowr sheereena qaldeen miinu iska saarna waan dadaalna kulanti wanaagsan daa wadayaal waxaanu yeeli doonaa tartamaha saddexaad ee barnaamijka tartamaha saddexaad ee barnaamijka maanta jimcaha ka qayb geli doona waxa liibaan axmed maxamed aloo sacabiyay liibaan axmed telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaalila asalaamu calaykum liibaan axmed maxamed waalaykum salaam ku soo dhawaadeera barnaamijka sabaan ku dhawaa liibaan yare waxaa de qofkii ugu yaraa bisha ramadaan ka soo qayb gala nasiibkaaguna keena aad baan kugu hambalyeynaya liibaan yare waxaad warbixin kastaa inaad arday tahay halka aad dhigato iyo wixii dee warbixin kale aad ku dari kartid adaysidba arday ba arday baa tahay magaa dhigata adeero abjad school galaasgeer tahay five maasha allah adoo yar baad five marasa fiicantahayba barnaamijkaa hore u daawatiyeen kale barnaamijka waad la socota barnaamijka waxa jeclaa inaad kasoo qayb gasho maanta nasiibkaa ku keena saxaabiro badanoo yaryar baa ku daawanaysa su-aaluna insha allah waxaa soo baxaya adeegii yaryar isugu jiraan laakiin intii aynu garanno maa muhiima ka qaybgalkaaguna waa muhiim waxaad aad u xusnaataa laba jeer oo kamida inayna caawin doonaan dadka nagula sugan studiya laba jeer oo kamida inaan laba ka tuuri doono insha allah waana ku bilaabi doonaa diyaar baad soo ah anaa ku akhriya iyo la soco xubinta jirka bani aadamka ugu hor samaysantaa waa xubinta jirka bani aadamka ugu hor samaysantaa waa ba dhiigga ta wadnaha ja maqaarka xa madaxa ta oo ah wadnaha xubinta jirka bani aadamka ugu horeysaa waa ta oo wadnaha ah sax baa tahay su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay xarunta qaramada midoobay waxay ku taallaa xarunta qaramada midoobay waxay ku taallaa ba dalka ingiriiska ta dalka sweden ja dalka ghana xa dalka maraykanka codka kor uqaad xa oo ah dalka maraykanka inaan laba ka tuurno iyo dadweynina inarsiyasid marka dhaweyt xa qaramada midoobay waxay ku taallaa xaruntoodu xa oo maraykanka ah jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay abudaan waad maqashay samaa maraykanka waad maqashay qaramada midoobay su-aasha saddexaad waxayna odhanaysaa midabada oo dhan midabka ugu muuqa dheeri waa midabada oo dhan midabka ugu muuqa dheeri waa ba caddaan ta casaan ja huruud xa madow saddex baan soo gaarnaa adeer codka kor qaad ba oo ah caddaan midabada oo dhan midabka ugu muuqa dheeri waa ba caddaan inay dadweynuhu ina caawiyaan iyo inaa laba ka turnaan way noo arhsan tahay laba ka mida ayaa jawaabaha su-aalahaasi ka tuuri doona caddaankii uu ka baxay meesha
waxaa soo saaray ta oo ah casaan iyo ja oo ah huruud diyaarad hawada duulaysa ma aragta diyaarad maxaa muuqda markay diyaarada duulaysa nimu fogyahay mid fog soo fogyahay huruud baa kuu muuqata mise casaan ta oo casaan midabada oo dhan midabka ugu muuqa dheeri waa ta oo casaana jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay yaryaro cas bay diyaaraddu bixisaa sama afar baynu soo gaarnay meel fiican baynu nimi aada baan kugu hambadaynayaa su-aasha afraad waxay noo custa nebi khadar calayhi salaam magiciisu waa nebi khadar calayhi salaam magiciisu waa ba balya binu malkan ta khadar binu cabbaas ja khadar binu cali xa khadar binu maxamed khidar waa qisada kaafna ninka laga warramee cabda min cibaadina saalixiin u lahaa nebi inuu yaa taariikhda mufasiriinta qaarna taariikhda culimada shaaqaarna qof addoon wanaagsan inuu hawnba laysla hubaa inshaalla marka khadar inaan dadweynaha weydiino waa inaan arsan tahay inaan laba ka tuurnaana waa inaan arsiin waagaag waxaan doonaya inaad nacaawisaan aniga iyo liibaan yare afar baan marinaa meel xasaasiyan soo gaarnay liibaan ilaa afar saaa soo waday si fiican maskaxdaada tuujiyaal qofna ahaatay ciddii hubtaawan ha nacaawisa aniga iyo liibaan su-aashu waxay doonaysaa nebi khadar calayhi salaam waxa uu magiciisu ahaa ba balya binu malkaan ta khadar binu cabbaas ja khadar binu cali xa khadar binu maxamed imise qof ayaa le waa bo waxa weeyaan balya binu malkaan imise qof ayaa le waa ta oo waxa weeyaan khadar binu cabbaas imise qof ayaa le waa ja oo waxa weeyaan khadar binu cali imise qof ayaa le waa xa oo waxa weeyaan khadar binu maxamed aan su soo noqono badi waa amse qof qura waxay tahay lagu yidhi waa kaana ma jiro way adag tahayoo intay garanayeen bay dhaaftay waxay sidaadeen liibaan yaroo halkaas soo gaarinaha qaldina ja waa khadar binu cali inaan laba ka tuurna mar baa inoo arsanaa sama laba ka tuuris dila inaga dhamaad go-aankaaga u dambeeya laba ka mida ayaynu jawaabaha su-aalahaasi ka tuuri doonaa waxaa isu soo haday ba oo ah balya binu malkaan iyo ta oo ah khadar binu cabbaas ta oo ah khadar binu cabbaas nebi khadar calayhi salaam magiciisu waxa uu ahaa ba oo ah balya binu malkaan iyo ta oo ah khadar binu cabbaas waa isu soo haday go-aanka gaari lahaya ta oo ah khadar binu cabbaas liibaan go-aankaaga u dambeeya codka kor u qaad ta oo ah khadar binu cabbaas nebi khadar calayhi salaam magiciisu wax waa go-aankaaga u dambeeya ta oo ah khadar binu cabbaas go-aanka gaadh ugu dambeeti oo ah khadar binu cabbaas nebi khadar magiciisu waxa uu ahaa ta khadar binu cabbaas jawaabta su-aashaasi aynu wadeegi doonaa jawaabta su-aashuna sidaasi ayay qaalad ku tahay balya binu malkaan aada lagu sacabiyo kulanti wanaagsan daawadeel mar kale waxaan u yeeli doonaa tartamaha afraad ee barnaamijka ka qayb gelaya tartamaha afraad ee barnaamijka ka qayb geli doona waxa weyaan habi maxamed xuseen habi aa loo sacabiyo telefishinka qaranka jamhuuriyadda soomaalila asalaamu calaykum habi maxamed xuseen waalaykum asalaam kusoo dhawola barnaamijka smaal aad baan ugu dhawaa habi waxaan tafaasiil iga siisaa inaad ardayo tahay haddii guriga aad joogto halkaa degantay aniga iyo daawadayaasha mind aad macluumaad nasiin karto bismillah magacaygu abi maxamed xuseen waxaan deganahay xidigta waxaana ardayda sanadkan insha allah baxaysa fanfoorada maasha allah dugsigaagana waa quulaada madhigta quulaada maasha allah sanadka markaad fanfoor ka baxdo maxaa isleeda habi ee baraadaaleeda insha allah xagga sheekhna daciyada waxaasaan jeclay sheekhmaashaa diinta ku fiican tahay maasha allah kuliyadda shareecada ee diintaad baran doontaa insha allah allana kugu anfaco habi waa magaca rasmiga lagu bixiya mise waa ananes may waa magacaga caadi habi markaa inamadiiyo hablaaba loo bixiya saasaan maqla dhawaan anagu
iskuul aan marka imadna ku yeelay ku arkay habi waxaan moodi lahaa inaan ma moodi lahaa dhawaan baan maqlabeen rag la bixiyay la insha Allah marka siyaro habi insha Allah oo gali doona laba jeer dadweynaha ina caawin doona laba jeer oo kamidana mid laba ka toori doona insha Allah waan ku bilaabi doonaa murayad koorta leeg habi su'aasha koobaad waxaan oranaysaa su'aasha koobaad waxaan oranaysaa ninka kaliya ee nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa taa gacantiisa ku dilay waxa uu ahaa ninka qura ee nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa taa gacantiisa ku dilay waxa uu ahaa ba ubay bin khalaf ta abu jaraah bin jawari cha ubay bin khalaf ha ubay bin khiyad ba ubay bin khalif ta أبي شراح بن الشواري ح أبي بن خلف ح أبي بن خياد نكاسو با ويان درنا سو مانين نبي دلو با او قدر عيد كلا كنت شاندي دوليسي وانتي سؤال شامة هو بمركا عدد كان مدبانا دلوينا ويدينا واقاق وحان دولينا ان عوسان اد نوغو فرصدا سؤال شنو حساسي قفو هبو قولي قعتا او تاقا وسؤال ردي اذقنا ninka keliya nebi maxamed naxariis iyo nabadgelyaba korkiisa ata gacantiisa uu ku dilay waxa uu ahaa ba ubaya binu khaliif ta abu jaraah binu jawaari ca ubaya binu khalaf xa ubaya binu khiyaad imise qof ayaa leh waxa weeyaan bo waxa weeyaan ubaya binu khaliif imise qof ayaa leh waa ta abu jaraah binu jawaari imise qof ayaa leh waa ca ubaya binu khalaf إمس قف أيا لوا حق وحويان أبي بن خياد أنسوس النغنو بدي ذات كاسي وحين يقول لوا شاء وحويان أبي بن خلف إن أكون رعنا إن أقول عن كلا إن نمت كلا دورنا إن أقول عن كلا سيدي عبد الفتاح إن أسكسي هو بيننا إن أقول إن شاء الله أكون رعنا هذي تيك وادي نقلتها النوا لما لا واو في قروية هذين الصحانة وباسين نيكا كليا ونبي محمد نحريسي أنا بتقول لي بقول كسر تك عندي سكوت دليل دوينا ودينا دوينا حولنا وابو وح وحويان وبيا بنو خلف أنا قلنا أخرى عليك وابت سؤال شو نسأل سأي صح بتاعي سؤال شو الله بعد وحين ورنا سا مقالة هرجيسا مقالوي كان وح مسافهان وقدو magaalada hargeysa magaalooyinkan waxa masaafa ahaan ugu dhow ba maka ta madiina cha nairobi ha dubay weli maka maynaantiga sawa madiinana maynaantiga nairobina maynaantiga dubayna maynaantiga marka masaafa ahaan midba ugu dhowaan lahayd mar labaad dadweynuhu qaar tigeena ka dhexlana waa laga yaabaa inaan laba ka tuunaano weyno banaanta waagaag aada baa maadsantihiin mar labaad baan doonaa inaan caawisaan sidaad markii hore noo caawisaan oo kale su-aashuna waxay doonanaysaa magaalada hargeysa magaalooyinkan waxaa masaafa ahaan ugu dhow maka madiina nairobi iyo dubay imise qof ayaa leh waxa ugu dhow ba oo maka ah imise qof ayaa leh ta waxa ugu dhow madiina imise qof ayaa leh ja waxa ugu dhow nairobi imise qof ayaa leh xa waxa ugu dhow dubay aan soo noqono ilaa afar qof waxaynu gudhahay nairobi ugu dhow in nairobi tagan baa laga yaabaa lakiin ilaa 8 iyo 9 qof waxay ugu dhaadeen waxa ugu dhow ba oo maka amba taa afar kumaan ka shakisnaa laakiin inta badanaa raacna inta badan baan raacna hadday inta ere nairobi kasoo noqotay sax noqdaan ama ka qalad noqdaanna oo raalli gelinna yarsu maxaa tiri halka waxaa loo badnaa maka makaa loo badan yahaa lakiin afar qof baynu ugu dhaa waa nairobi maka waa maka hadday maki sax noqdaanna waa maasiin aadiyaad magaalada hargeysa magaalooyinkan waxaa masaafa ahaan ugu dhow ba oo maka baynu ugu dhahay dadweynuhu aniga iyo habina waan ku raacna waan ku raacnay jawaabta su-aashuna sidaasi ayay sax ku tahay habi saddex baynu soo gaarnay su-aasha saddexaad waxayna odhanaysaa
مهاجرين توا با أصحابتي مدينة تا تهريبياشا تا أصحابتي مدينة كتمد اي مكة تمد حا أصحابتي مكة كتمد اي مدينة تمد مهاجرين والأنصار سمعين وحال ما مكة تمي مدينة تمي أصحابتي مكة تمي مدينة تمي إن الله بكتني دوينا نار سنة ما إن شاء الله مهاجرين توا أصحابتي رضي الله عنهم مكة تمي مدينة تمي جوابت سؤال شنا سيدا سيا صح كتاي سؤال شافراد أفر بس أقول إنه صار دارين سؤال شافراد وحين أورنسا سؤال شافراد وحين أورنسا ودن كذهب كأدون كوجو بدن صوص عراوة ودنكا دهب كأدونك وغوبة نصوص سعراوة أفرتن با كونفير أفريكا تا تنسانيا تا غانا حا كينيا بان لابا نسكوها يا عمي لابا يكتور لابا نسكوها سامركا با ديو تا با إيا تا تاسو لادي وغوبة نتاهي لابا داس مربا مدبينا نقص مدي كتور مركا من هو بينا إن شاء الله دي لابا نسكو سعرا نوها لسويا laba kamid ah ayuu jawaabaha su'aalahaasi ka toori doonaa Koonfur Afrika waxa uu saaray ba oo ah Koonfur Afrika iyo taa Tanzania Koonfur Afrika wadanka dahabka ugu badan adduunka soo saara waa ba Koonfur Afrika jawaabta su'aashuna sidaas ayay sax ku tahay meel fiican baad ka soo saartay shan ayaan soo gaarnay su'aasha shanaad waxaan oranaysaa shirka dadka muruqa ugu xoog weyni waa shirka dadka muruqa ugu xoog weyni waa ba kubka تا بوددا تا عدودا حا دانك هوسه تدوين انا قد ما دين تا داكو تا او عدودا شركه ددك مرق او خوغ ويني وا تا او عدودا انا لو كنت انا ما قد ما دين سمر بين ارسنال ما بارسنال سكن نسيب سنه مره شركه ددك مرق او خوغ ويني وا شاءوا عدودا قوانكا قوضن بيا من الحساسي لمرنا شمين سوقاني كلا بركي وانتا قدنا لابا كتور لابا كم يدا ايان شوابا سوالاسي كتور دانا عدود ديواكا بحدا ماش وعسوس عالي تشيركا دادكا مروق ووحو قويني وبقوا كوبكا اللي حقوا دانكو هوسي كوب كواد جرانس سوا دانكو سنوات جرانس هوا حاجة واحد قاعد على إني لو شقينا حد كارو قاعد حق واحد دانكو شركة دتك مرق وجوح وجويني وح دانكو سو جوابت السؤال شنا سلا سي اي صح كتاي ليه بس هو قاعد ما هو عمري أنا ميل في عمري واجدوجا وعاصمة دا واجدوجا وعاصمة با بروندي تا بوتسوانا تا بنين حا بوركينا فاسو واغدوغا تشا دا تشا وا بنين بنين وغدوغا وعاصمة تشا بنين قوان كا قدن بيها بي مين في عام سو قاني تشا تشا بنين وغدوغا وعاصمة تشا بنين قوان كا قدن بي فنت ما هو لكن تشا ده سمع صارت زين ان شاء الله وغدوغا وعاصمة تشا بنين جوابت سؤال شنا سداسي اي قالت كوتا هاي وجدوغا وعاصمة بوركينا فاسو. هذه هذا لو صعب يمين في عينيا سوقها نادو مع شكرا. شكرا. وقاك داوود يا جماعة وانا سنين كنت وانا سنين ايام مركا ليدي الله يهدى انت سكي ما دو دتك ترتمياش هاي ميسك يقول السكنا وطبعا انا ما دو قريهي ان مهردها قناعسيغا قاريغا ميرك استاد برياج كلا سعوتانا ما اتكدق يسين السامبا وحان دوني ويدين تياد وعلين تكسو سمين شتين انا ندسو ويدين مركاسي weydiinta aad warciinta ku soo sameyn doontaan habeenkan caawa waxay doornaysaa sabraadi doorta leega ninka akhru sabaanka iimanaya ee loo yaqaano mahdiga magaciisa oo saddexani waa ba muhammad bin ubayda ta muhammad bin ali cha muhammad bin ubayd
محمد بن عبد الله مركا لان كعليو نيكا آخر السمن كيمان يا لو يقارن مهديقا مقعيس أوسط دحاني وا با محمد بن عيانة تا محمد بن علي جا محمد بن عبيد حا محمد بن عبد الله ميد كميدو سي تاريخها شغان ايا مسح كوتاي با تا جاكاي صح كوتاي اد كوسو ديري دونتان لمبركا غابن 822 822 ايا كوسو ديري دونا هديا لا يراد سواشن ويدينتي ويدينتي دنبابا برنامج شنكي خيغان اسوغي من دونا وحنا ادغو ما هدنيا ودا مينتي اخيارتي غولو سوغن استوديوها امانتو جمعا طبعا برنامج كان قيب كا اها ترتميال لاي كوجيرين او يا لاي كوجيرين واسو كلي يغنا ادغو ما هدنيا هاد سو سارست اسكو دبريدك يي مرغاسي برنامج سو سارستا اسكو جيره هرودنا تلفزيون قركي شركه ديسكارسين دي سبت اي ميدو حق دمك صبيح دوين تكور السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جمعا ونكس لا تلعب سناي سي عسلقا انترنت عم تبايله تصلح لايو وتكنولوجي يا دمكي شركة دي تليفون ادا لا تلعب سناي سي عسلقا انترنت